أوجه شكر كبير لجامعة النهضة والأستاذ الدكتور صديق عفيفي وكل القائمين على تنظيم هذا العمل وكل الذين حضروا ومن هم في الطريق. لكن اسمح لي يا اسف اتفضل. الحقيقة إذا كانت الندوة دي عن الإعلام فالإعلاميين اللي حوالينا اللي بيصوروا واللي واقفين دول بيبوظوا حتى شكل الندوة. هيقعدوا من فضلك كلكم اقعدوا. هيقعدوا دلوقتي. خلاص في إيه؟ هيقعدوا دلوقتي هيقعدوا. أنا بشكر زملائنا الإعلاميين اللي بيحاولوا يقوموا بدورهم في توصيل الرسائل للجمهور، و زي ما انتم شايفين في ناس كتير اتأخرت عن حضور الندوة النهاردة، وكانت الزريعة هي المواصلات. أنا أحب أن أشبه المجال الإعلامي المصري بحالة المرور في مصر. ولو سألت حضراتكم ايه هي مشاكل المرور في مصر، فكل واحد هيذكر مشكلة. فأنا بقول كنت بحب أشبه مشكلة الإعلام في مصر بمشكلة المرور. ايه هي مشاكل المرور في مصر؟ ممكن يكون في مشكلة من مشاكل المرور في مصر عدم وجود بيئة قانونية سليمة، عدم وجود آليات للمحاسبة، وجود فساد في القطاع المسؤول. في ناس بتتكلم كتير، أنا مش عارف على فكرة أركز يا جماعة، أنا هتكلم 10 دقايق فات منهم دقيقة، فادونا فرصة نكمل 9 دقايق. ففي مشكلة من مشاكل المرور عدم وجود بيئة قانونية وتشريعية مناسبة. وفي مشكلة تانية انه الناس اللي بتسوق عربيات ما عندهاش رخص او لا تجيد القيادة. وفي مشكلة تالتة انه في مركبات على الطريق غير مؤهلة لانها تكون مركبات على الطريق، بتصدر اصوات او بتصدر عوادم ضارة وسلبية. وفي مشكلة رابعة مشكلة الكثافة، ان الكثافة زيادة. وفي مشكلة خامسة مشكلة البنية الأساسية أو الطرق مش سليمة. وفي مشكلة سادسة إنه مفيش كاميرات أو رادارات للمراقبة. وفي مشكلة سابعة إنه ممكن عسكري المرور أو مسؤول عن المرور لما يلاقي مخالفة تراضيه بحاجة وما يسجلهاش. وفي مشكلة تامنة إنه في تجرؤ على القانون فالناس تمشي عكس السير أو يرخص ملاكي ويمشي أجرة وهكذا. أنا بتصور إن هي دي مشاكل الإعلام بالظبط. المركبة غير المهيئة هي وسيلة إعلام غير مهيئة، العوادم الصادرة عنها هي أنماط الأداء المنفلتة والحادة، والسائق اللي معهوش رخصة أو خد الرخصة وقاعد في البيت هو إعلامي ليس إعلاميا على الإطلاق، واللي بيمشي عكس السير هو شخص بيكترئ على القانون اللي مش موجود أو إذا وجد لا يطبق. وبالتالي الحالة زي ما انتم شايفينها بره حالة منفلتة وعشوائية. حالة الإعلام المصري الآن حالة منفلتة وعشوائية، والعام الأخير عام 2014 يمكن تسميته ببساطة انه من أعوام البؤس الإعلامي، من أعوام البؤس الإعلامي. وبالتالي فين يجي هذا الكلام يا دكتورة مارجريت اللي هو مستقبل الإعلام الرسمي؟ فين يجي مستقبل الإعلام الرسمي؟ أولاً أنا بشكر جامعة النهضة أنها استخدمت كلمة الرسمي عشان تدينا فرصة نقول إن إحنا عايزينه يبقى مستقبل الإعلام العام. مستقبل الإعلام العام. الإعلام العام هو إعلام الخدمة العامة، هو الفريضة الغائبة أو الحاضرة الغائبة في مصر في الطريق. كلنا بنفشل نيجي في الميعاد بسبب إنه مفيش مواصلات عامة جيدة. مفيش نظام مواصلات عامة جيد في مصر. المدن والدول يا جماعة
يا شباب هناك، يا شباب خليكم معانا. المدن والدول التي استطاعت ان تؤمن نظم مواصلات عامة جيدة استطاعت ان تخفف من الزحام وان تزيل من الاعباء على المواطنين وان تضمن سلاسة وتيسيرا في الانتقال. نفس الشيء الدول الاكثر تنظيما ورشدا استطاعت ان تؤمن منظومات اعلام عامة، منظومات اعلام عامة يمولها دافع الضرائب وتخدم المجموع العام بشكل كفء ومتكافئ، وبالتالي كل الناس تقدر تستفيد منها. الاعلام العام في مصر اول اشكال من اشكالاته انه كان اعلاما رسميا، واول طريقة لتحريره هو ان يصبح اعلاما عاما وليس اعلاما رسميا. كان اعلاما رسميا مخطوفا من التيار الغالب في الدولة، التيار الغالب ممثلا في الحزب الحاكم بيهيمن على مجلس الشورى الغرفة الثانية اللي بتهيمن على 8 مؤسسات صحفية قومية، وبيهيمن على السلطة التنفيذية اللي بتعين وزير اعلام بيدير اتحاد الاذاعة والتلفزيون. الاعلام العام في مصر منظومة يجب ان يتم تحريرها لتصبح تخدم المجموع العام ولا تخدم حزبا او طيارا بعينه. ايه هو الاعلام العام في مصر؟ الاعلام العام في مصر هو 8 مؤسسات صحفية قومية بتتمركز في افضل مفاصل الصناعة، لها اسماء تجارية براقة وعظيمة، فيها كوادر فنية جيدة، وبيشتغل فيها حوالي 31,000 شخص ما بين صحفي وفني واداري وعامل، وللأسف ديونها بتوصل لحوالي 12 مليار جنيه، وللأسف هي مهانة ومجرحة بالفساد والهدر اللي تم خلال 3 أو 4 عقود ماضية. لكن وسائل الإعلام دي رغم انها مديونة ومهانة الا انها غنية، غنية بأصولها الكبيرة والجيدة وبتمركزها الجيد في السوق. على الناحية الثانية عندنا حاجة اسمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وده في حوالي 22 قناة و9 شبكات إذاعية، واشتغل فيه أقل شوية من 40,000 موظف وعامل وفني وإعلامي، لكنه برضو مديون بحوالي 20 مليار جنيه، وهو برضو نفس الشيء بيتمركز في أفضل مفاصل الصناعة وعنده اسم تجاري براق. الحل هو أننا لا نفرط في وسائل الإعلام العامة، لان مفيش نظام مواصلات ذكي زي ما قلنا وشبهنا بالمواصلات الا لما يكون في نقل عام كفء وذكي وقادر على خدمة المجموع. نفس الشيء لا يمكن تفكيك هذه المنظومة لانها استثمار وطني اصيل، ولانها هي الطريقة الوحيدة اللي نقدر بيها نقدم خدمة عامة للمجموع العام، ملهاش بلغتكم اجندات ولا مصالح تجارية وسياسية بحتة، لكنها خدمة للمجموع العام. فنمرة واحد انها بدل ما تدار بالتيار السياسي الغالب تدار عبر هيئة مستقلة ذات تمثيل عريض ومتوازن. نمرة اثنين انها تعفى من كونها ادوات او مصالح اقتصادية وتدار على اساس تحقيق الخدمة العامة لانجاز اهداف تتصل بالمصلحة الوطنية العليا. رقم ثلاثة وده المهم جدا، انها تدار بطريقة تكامل الاصول. يعني هل انا لازم يكون عندي 8 مطابع في 8 مؤسسات صحفية قومية ولا ممكن مطبعة واحدة؟ هل لازم الاستاذ ياسر رزق يعين مدقق لغوي يجيبه من الشارع ولا ممكن يلاقي واحد في دار الهلال كويس يعينه؟ هل ممكن ادي لاتحاد الاذاعة والتلفزيون معدين من وسائل اعلام مملوكة للدولة ايضا بدل ما يعينه من بره ولا لا؟ وهكذا. الخطة لازم تكون رقم واحد تحرير الوسائل عبر قيادتها بهيئة مستقلة ذات تشكيل عريض ومتوازن مسؤولة أمام المجموع العام وليس أمام سلطة من السلطات. رقم اثنين إدارة الأموال والأصول والأداء عبر الإدارة المتكاملة للاستفادة من كل عناصر القوة والطاقات الموجودة فيها. رقم ثلاثة، هل أنا محتاج 9 شبكات إذاعية أو 22 تلفزيون أو 55 صحيفة؟ ولا ممكن اكون محتاج عدد اقل من ده بس اذكى؟ يعني بدل الجيش الكبير المهترئ ليه ما يكونش جيش صغير ذكي بلغه العصر الحالي؟ او ليه ما تكونش وسائل اعلام نافذه وقادره ورشيقه؟ فترشيق
أو تنحيف هذه المنظومة يجب أن يجري دون أي مساس بحقوق أدبية أو مادية للعاملين، ولكن أيضا لا يمكن إبقاء على ما هي عليه. الإعلام العام هو مصلحة وطنية مصرية يجب الإبقاء عليه، لكن استمراره على الحالة الراهنة هو خطأ جوهري كبير، لأنه لن يستطيع أن يستمر. الحل يبدأ بتحريره وأنماط أداء مهنية وإدارية رشيدة، وهذا الأمر قد يكون مطروحا علينا في الخمس سنوات المقبلة، وأنا واثق أنه لو توفرت إرادة سياسية من الممكن إنجاز هذا الأمر، ليس مستحيلا. وشكرا جزيلا.